إلهنا ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا وامطرنا برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم في هذه الساعة نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا بالدنيا والآخرة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واحسن خاتمتنا، وارزقنا ضعف ما نتمنى بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا ببابك واقفون، وبرحمتك معلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهنا ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا وامطرنا برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم في هذه الساعة نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه
وذرفت عيناه. يا الله، أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم، وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا بالدنيا والآخرة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واحسن خاتمتنا، وارزقنا ضعف ما نتمنى بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا ببابك واقفون، وبرحمتك معلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك، يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى. إلهنا، ارحم ضعفنا، وفرج همنا، واجبر كسرنا، وآمن خوفنا، وامطرنا برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم في هذه الساعة نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله، أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم، وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا بالدنيا والآخرة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واحسن خاتمتنا، وارزقنا ضعف ما نتمنى بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم إنا ببابك واقفون، وبرحمتك معلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهنا ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا وامطرنا برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم في هذه الساعة نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي وادخلهم جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا بالدنيا والآخرة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، واحسن خاتمتنا، وارزقنا ضعف ما نتمنى بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا ببابك واقفون، وبرحمتك معلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك.